السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم وطابت كل أوقاتكم بالخير والمسرة حيث نواصل العطاء من ميدان البصير في مهرجان الوالد حمد بن خليفة حفظه الله ورعاه من كل مكروه وسوء. ينطلق أحد الأشواط في ميدان البصير في سن الإقايا، ينطلق شوط الثامن لسن الإقايا، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين حيث يتواجد 32 مشاركا وشعارا يتواجدا. ها هي الأسماء انطلقت مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق، حيث أجد على المركز الأول على الصدارة أجد مهيض حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري مع البداية مع المركز الأول، وأرى وصول مع المركز الثاني حيث أجد شاهين سعد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد مع المركز الثاني، وأرى الوصول مع المركز الثالث حيث أجد نيشان ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري مع المركز الثالث، وأرى الدخول وأرى القدوم من الشعارات، أرى أسماء واصلة وصل مع المركز الرابع، أرى اسم يتدخل وصل هنالك مع المركز الرابع، وصل متعب منصور بن عبد الله بن حمد بن عريج المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. ليختتم به النداء الأول، وصل زعفران عبد الله بن ناصر بن عبد الله الربيع الكواري. ها هو النداء للمراكز الخمسة الأولى، فمن يطمح في النداء يتقدم مع المراكز الأولى بعودة مع البداية مع المركز الأول. ليجد نيشان ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري مع المركز الأول، لا زال مع الصدارة، ولكن أرى دخول، أرى زعفران، أراه يتدخل وأراه بالعين المجردة يتسلل إلى المركز الأول. زعفران عبد الله بن ناصر بن عبد الله الربيع الكواري يتسلل مع المركز الأول، وأرى اسم جديد يتدخل مع المركز الثاني، وصل غياث عبد الله بن جابر بن حمد البريد المري يتدخل مع المركز الثاني، وأرى الوصول مع المركز الثالث. على المستوى الثالث أجد مطران صالح بن علي بن محمد أبو صلعة مع المركز الثالث، وأرى الأسماء وأرى الشعارات بدت بالتدخل وأراهن بدت بالظهور. وصل مدمر، وصل علي بن محمد بن ناصر البريد المري مع المركز الرابع مع مدمر، وأرى أيضا وصول من متعب على المركز الخامس. منصور بن عبد الله بن حمد بن عريق المري، ها هو النداء الثاني، ولكن بعود مع البداية مع الريادة والعودة أحمد، بل أجمل مع المركز الأول. أجد على المركز الأول غياض عبد الله بن جابر بن محمد البريد المري مع البداية مع المركز الأول، وأرى الوصول من المركز الثاني حيث أجد على المركز الثاني هذا الشعار الكبير. يجد شعار وصل زعفران عبد الله بن ناصر بن عبد الله الربيع الكواري مع المركز الثاني، ولكن وين المركز الثالث؟ أرى الوصول مع المركز الثالث من مطران صالح بن علي بن محمد أبو صلعة مع المركز الثالث، والمركز الرابع أجد على المركز الرابع، وصل مع المركز الرابع بارود حمد بن محمد بن سالم بن خزينة المري
المري وأرى اسم جديد، أراه يتدخل، أراه مع المركز الخامس. حذاري من أدهم محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، وأرى الشعارات واصلة، حضرت الأسماء، ولكن وين غياض؟ يا أهل القعدان خلاكم غياض في مكان كلكم ما ترغبونه، عبد الله بن جابر بن حمد البريد المري، ولكن الجماعة وصلوا، الجماعة وصلوا، وصلوا أهل الطلايب، وصل مطران، وصل مطران، أجد مطران، صالح بن علي بن حمد أبو صلعة مع المركز الثاني، ورا المركز الثالث، أرى جسم جديد، أراه يتدخل من أجد على المركز الثالث أدهم محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، حذرتكم من أدهم، ومع المركز الخامس بارود حمد بن محمد بن سالم الخزينة المري، وصل أيضا جلمود، وصل وأبناء السلطنة، وصل سعود بن علي بن حمد بن خليفة المحاربي، ولكن وين البداية؟ وين المركز الأول؟ أدهم عصاتف الأبطان عصاتها من وراقده ما قال لي شيء، مع الكيلو الأخير، الكيلو الكبير، كيلو العمليات، كيلو الإبداع والإمتاع، بل كيلو الجنون بأكمله، وأرى أبناء السلطنة وصلوا، وصل جلمود سعيد بن علي بن حمد بن خليفة المحاربي، وصل المحاربي مع الأمتار الأخيرة، ولكن يا المحاربي أدهم لا زال مع البداية، حمد بن سعيد بن محمد بن مطوع الخيارين لا زال مع المركز الأول، وأرى اسم جديد، أراه يتدخل، وصل أسعاف محسن بن علي بن راشد الهميمي مع المركز الثالث، وأرى اسم جديد مع المركز الرابع، وصل سياف محمد بن زايد بن متعب المري، ولكن ما شاء الله تبارك الله راح أسعاف مع البداية، محسن بن علي بن راشد الهميمي المري، ولكن أدهم أدهم أدهم، ولكن على المركز الثاني أسعاف، أدهم تسلل، أدهم شرد، أدهم طار بالتهاني وزف التهاني، أدهم سلام محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، ما شاء الله على أدهم بدأ يرقص مع الأمتار الأخيرة، تهانينا يا مالك أدهم، ولكن أرى اسم جديد، ولكن نزف التهاني والناموس لمالك أدهم الذي انتزع هذا الشوط، الشوط الثامن، محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، والمركز الثاني وصل أسعاف اللي ما قصر محسن بن علي بن راشد الهميمي المري، ومع المركز الثالث وصل مع المركز الثالث أسعاف محسن بن علي بن راشد الهميمي المري.